بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الباب الذي عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه تحت عنوان باب فيه ذكر الصحيفة والجافر والجامعة ومصحف فاطمة عليه السلام الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث يقول إن في الجفر الذي يذكرونه لما يسوؤهم لأنهم لا يقولون الحق والحق فيه فليخرجوا قضايا علي وفرائضه إن كانوا صادقين وسلوهم عن الخالات والعمات وليخرجوا مصحف فاطمة عليه السلام فإن فيه وصية فاطمة ومعه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. في زمن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في بدايه عهده وامامته كانت نهايه ملك بني امية. الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر مدة ملك بني أمية، في أواخر هذه الشهور كان عهد الإمام الصادق وعهد إمامته وبداية ملك بني العباس. حيث عاصر الإمام الصادق سلطانين من سلاطين بني العباس، السفاح والمنصور، في تلك الفترة أيضا ثار بعض العلويين، هؤلاء ثاروا بوجه بني أمية. وبوجه بني العباس منهم محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الامام الحسن المجتبى عليه السلام وكان هؤلاء بني اعمام الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الشخصيه البارزه التي كانت المعارضه انجاز التعبير المعارضه تريد ان تجتمع حولها كان الامام الصادق لكنه رفض ذلك ومن كلماته المعروفه ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي لان الذين التحقوا بالدعوة العباسية أو بدعوة بعض بن الحسن الكثير منهم لم يكونوا طالبي حق وإنما كانوا طالبي دنيا وخاصة أبو مسلم الخراساني الذي رجحت كفة بن العباس بالتحاقه بهم هذا ايضا كان طالب دنيا وارتكب الموبقات والمحرمات في خروجه من خراسان الى الري هذه المناطق وقعت تحت سلطته ولكن بثمن قتل كثير من الابرياء وانتهاك كثير من الحرمات وما كان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ليرضى بان تسجل تلك الجرائم والموبقات باسمه لكن بنو العباس وافقوا على ذلك وقبلوا بيعته ولانه كان قائد جيش قوي خافوا منه ولذلك غدر به المنصور وقتله مع انه وطد ملك بني العباس ومن أعان ظالما سلطه الله عليه لأن الظالم لا يفكر بالآخر يفكر في الدنيا فهذا الذي أعانه قد يخاف منه ومن قوته فيقلم أظفاره أو يزيله من الوجود بالقتل ليس فقط قتل ابا مسلم الخراساني بل اعمامه المنصور قتل اعمامه لما خشي منهم على ملكه فجعلهم في بيت وكان هذا البيت قد بناه بطريقه بان جعل اساسه من الملح يعني احجار ملحيه وبنى عليه بالطابوق والآجر ثم حبسهم في هذا البيت ثم أجرى الماء في الأساس فذاب الملح وسقط السقف على رؤوسهم فماتوا، وبعد ذلك أشاع أن الدار خسفت بهم وسقطت عليهم لأن الملك عقيم والذي يطلب الدنيا لا يتحمل المنافسين، أما الذي يطلب الآخرة فهو ملتزم بالضوابط الشرعية، والضوابط الشرعية في كثير من الأحيان تقيده، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: الإسلام قيد الفتك، أو الإسلام قيد الفتك. ولذلك لم يقتل مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه عبيد الله بن زياد مع انه كان يتمكن منه لان ذلك كان قتلا بالغدر والاسلام قيد الفتك. وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان يتمكن من التغلب على معاويه ولكن ذاك كان يستدعي الغدر. وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، لذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عمله في إطار الشرع، بعض الأحيان متطلبات السياسة تتطلب خلاف الشرع، اعمل لكي تسيطر بأي ثمن كان. ولذا الغاية تبرر الوسيلة عندهم، في كثير من الأحيان يكذبون، يخالفون الوعود، يقتلون، يغدرون، يرتكبون كل موبقة للحفاظ على كرسيهم، لكن إذا واحد يريد يلتزم بالشرع لازم يترك كثير من هذه الأمور، ولعل تركها يسبب اضطراب ملكه بسبب عدم قابلية الناس. أحيانا الناس ليست لهم قابلية العدل بس بالظلم تقدر تمشي وياه زين تصلحه بإفساد نفسك أمير المؤمنين قال لهم ولكنني أعلم ما يصلحكم ولكن لا أصلحكم بإفساد نفسي أجي أقتل البريء وأستولي على أموال الناس ظلما وأهددهم ظلما حتى يخضعون كما يفعل كثير من الطغاة، في الوقت الذي لا يكون الناس مهيئين للعدل، على كل حال فالإمام الصادق رفض ذلك، مجموعة من الثوار بدأوا بالضغط على الإمام الصادق، وحتى وصل الأمر إلى أن حبسوا الإمام الصادق. وقتلوا أحد أبناء أو أحفاد عبد الله بن جعفر كان رجلا كبيرا اسمه صالح لعله صالح ابن عبد الله بن جعفر فجاؤوا به للبيعة فقال لا أبايع حتى يبايع الإمام الصادق فقتلوه وحبسوا الإمام الصادق وصادروا بيت الإمام أو قسم من بيت الإمام في تفصيل في حديث طويل مذكور في بعض أبواب الكافي الشريف الإمام رفض أن يبايع وحبس لأنه كان يقرأ المستقبل بما علمه الله سبحانه وتعالى وبما هو مكتوب في مصحف فاطمة وبما وصله عن رسول الله عبر آبائه على كل حال فكانوا يحاججون الامام الصادق الامام الصادق يقول هؤلاء لا يقولون الحق هم يذكرون الجافر الابيض يعلمون به يعلمون انه كان بيد امير المؤمنين ومن بعده بيد الحسن ثم الحسين عليهم الصلاه والسلام، ثم الامام زين العابدين، ثم الامام الباقر، يعلمون بذلك، يتحدثون عن الجافر، لكن لا يعلمون، ليس الجافر بيدهم، ولو اطلعوا على الجافر لكان فيه ما يسوءهم، لماذا؟ لانهم يحكمون بخلاف ما انزل الله، فاذا راوا ما في الجافر راوا كتاب علي عليه الصلاه والسلام وفيه احكام الشريعه وجدوا ان الاحكام التي يذكرونها تخالف ما هو مذكور في كتاب علي وهو من املاء رسول الله صلى الله عليه واله وكتابه علي هذا يسوؤهم ايضا في الجافر يوجد مصحف فاطمه الكتاب الذي كتبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حين كان الملك الملك يحدث فاطمه ويسليها لانها كانت محدثه كما ان مريم كانت محدثه. في هذا الكتاب اخبار المستقبل لو اطلعوا على ما في هذا الكتاب ايضا لساءهم ذلك. لماذا؟ لان في الكتاب لا يوجد تسجيل لملكهم يعني ماكو ملك لهم لأن في مصحف فاطمة أخبار المستقبل أخبار الملوك أخبار ذريتها لا يوجد أسماء هؤلاء في ضمن الملوك بل وجد فيه مقتل هؤلاء فإذا كانوا يطلعون عليه كان يسوءهم وأيضا بجوار الجفر الأبيض الجفر الأحمر فيه سلاح رسول الله وهذا بيد الأئمة وهذا السلاح ليس بيدهم فهم ليسوا أئمة وأيضا لا يعرفون بعض الأحكام الشرعية أنت شلون صاير إمام ولا تعرف الأحكام الشرعية أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نجي نسألهم مثال الإمام الصادق يذكره نسألهم عن إرث الخالات والعمات شنو إرث الخالات والعمات لا يعلمون بذلك ولعله يذكرون ما يذكره المخالفون ولا يذكرون ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لأن بعض المخالفين لا يورثون الخالات ولا العمات، مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المسألة في الإرث كلما هناك رحم أقرب يمنع الرحم الأبعد، يعني إذا الميت له أبناء وأبوان لا يرثه إخوته، لأن الأبناء والاباء اقرب الى الميت من الاخوة، اذا هسه الميت ما عنده اباء ولا عنده ابناء له اخوة وله اعمام. الاخوة اقرب الى الميت من الاعمام، لان بين الاخوة وبين الميت واسطة واحدة، لكن بين الميت وبين الاعمام واسطتان. زين هسه اذا الميت ليس له اخوه ولا اخوات ولا اجداد، يعني الطبقه الثانيه ما موجوده، يصل الدور الى الطبقه الثالثه اللي هم الاعمام والعمات، والاخوال والخالات. فالطبقه الثالثه حسب الايه الشريفه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. الاعمام والعمات كلاهما نسبتهما الى الميت نسبة واحدة كذلك الأخوال والخالات نسبتهما إلى الميت نسبة واحدة البعض ماذا يقول؟ يقول نورث الأعمام ولا نورث العمات نورث الأعمام ولا نورث الأخوال إذا ماكو أعمام نورث الأخوال ولا نورث الخالات هكذا يقول البعض وهذا يخالف الآية الشريفة: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله". فإذا الأعمام يرثون، والعمات أيضا يرثون، لكن في الأعمام للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ثلثي الميراث يكون للأعمام والعمات، الذكر ضعف الأنثى. بالنسبة للأخوال والخالات يصلهم ثلث المال مع وجود العمات والأعمام، وهذا الثلث يقسم بينهم بالسوية، لأنهم ككلالة الأم. كلالة الأم يعني إخوة الميت من أمه إذا ورثوا يرثون بالسوية، الذكر والأنثى متساويان. كذلك بالنسبة إلى الأخوال والخالات، زين، هذا حكم الله. لكن هؤلاء لا يعرفون هذا الحكم ويحكمون باحكام لا توجد في كتاب علي ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه واله. الامام الصادق بهذا الكلام يريد يبين ان هؤلاء الذين ادعوا الامامه هؤلاء ليسوا اهلا لها. لماذا ليسوا اهلا لها؟ لانه ليس لهم العلم واحيانا يفتون بخلاف ما انزل الله سبحانه وتعالى. وايضا هؤلاء كاخبار مستقبلي لا يصلون الى الملك، لانه في مصحف فاطمه ذكر اخبارهم بانهم يقتلون ولا ينالون الملك، وانما الملك يكون لغيرهم. وايضا من علائم الامامه سلاح رسول الله. هذا السلاح ليس عندهم. لذا الإمام الصادق هنا يقول في هذا الحديث ها هنا يقول: إن في الجفر الذي يذكرونه يعني هؤلاء الذين ادعوا الإمامة كانوا يذكرون أن الجفر وراثة في أهل البيت. زين مو بأيدي هؤلاء وإنما كان بيد الإمام الصادق. إن في الجفر الذي يذكرونه لما يسوؤهم. يسوؤهم، لماذا؟ لأنهم لا يقولون الحق في الفتوى وفي الحكم الشرعي ما يذكرون الحق، والحق فيه لأن فيه كتاب علي وذكر فيه جميع أحكام الشريعة، فليخرجوا قضايا علي وفرائضه الأحكام الشرعية التي أمير المؤمنين كتبها، زين أخرجوها تدعون أنتم أنه الجفر الأبيض بيد أهل البيت، زين أنتم بيدكم أخرجوا ذلك. بعدين الإمام يذكر أنه حكم من الأحكام لا يعرفونه ذكر مثال: وسلوهم عن الخالات والعمات، يعني عن إرثهن لا يعلمون ذلك فلا يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى لجهلهم. هذا يستحق الإمامة. زين هذا بالنسبة إلى العلم بالشريعة وأما بالنسبة إلى العلم بالمستقبل وليخرجوا مصحف فاطمة الكتاب فاطمة الذي فيه أخبار المستقبل فإن فيه وصية فاطمة في ذلك الكتاب كان وصية فاطمة يعني وصية الملك الذي هو جبرائيل لفاطمة في أولادها أو لعله فاطمة الزهراء عليها السلام أوصت أولادها ذريتها بأن يتبعوا الحق لأن بعض بني فاطمة عليها السلام خالفوا الأئمة وكانت قد أوصتهم بأن لا يخالفوا الأئمة فإن فيه وصية فاطمة زين فالعلم والأحكام الشرعية ما عندهم العلم بالمستقبل ما عندهم سلاح رسول الله الذي هو علامة الإمامة أيضا ليس في يدهم، ومعه سلاح رسول الله، يعني مع الجفر الأبيض، سلاح رسول الله حيث إنه كان في الجفر الأحمر، كما ذكرنا في حلقات ماضية، إن الله عز وجل يقول: ائتوني بكتاب من قبل هذا، أو آثارة من علم إن كنتم صادقين، شأن نزول هذه الآية الشريفة في عباد الأصنام لكن حكمها عام وخصوصية المورد لا يخصص الوارد شأن النزول لا يخصص معنى الآية ومعنى الآيات صحيح هذه الآية نزلت في عبادة الأصنام لكن تشمل كل من خالف الحق سواء كان عابدا للصنم أو لم يكن عابدا لصنم كان مسلما لكنه خالف الحكم الشرعي إيتوني بكتاب من قبل هذا يعني الكتب السماوية السابقة أو أثارة من علم أثارة يعني بقية من علم تؤيد ادعاءكم يعني إما تجيب برهان نقلي وإما تجيب برهان عقلي هكذا نحن نحاجج لما تحاجج أحد تحاججه بالعقل وبالنقل زين أن أنتم عبدة الأصنام في عبادتكم للأصنام الله اوصاكم في الكتب السماويه السابقه صحف ابراهيم اللي تقبلوه موجود هذا الشيء ما موجود. عندكم دليل عقلي على ذلك ايضا غير موجود. وكذلك كل من خالف الحق نساله هل هذا يوجد في الكتب المنزله او دليل العقل لازم يجيب. الذي يتبع الحق دليله اما في الكتب السابقه وكذلك في القران الكريم. أو يستدل بدليل العقل، يعني احنا عندما نناقش واحد ملحد لا يعتقد بالله. زين هنا اللي ما يعتقد بالله احنا ما يصير نجي نستدل بالقرآن له، لأنه هو بالأساس أصلا لا يعتقد بالله ولا يعتقد بالأنبياء ولا يعتقد بالقرآن. احنا نحاججه بأمر نتفق معه فيه، وهو العقل. إذا ما يعتقد بالعقل فهذا سوفسطائي أصلا لا يصلح للنقاش. لأنه هو نوع من الجنون وليس على المجنون حرج. لكن هذا ملحد نقول له تعتقد بالدليل العقلي؟ يقول نعم نستدل معه بالدليل العقلي. نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بذلك. بعد ذلك ننتقل إلى إثبات النبوة. عندما يثبت تثبت النبوة ويثبت أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن هذا الكتاب القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لأنه معجز بعد ذلك نستدل في المطالب المختلفة بالقرآن، يعني احنا لما نحاجج واحد مسلم نستدل بالقرآن، لأنه هو يقبل القرآن احنا نقبل القرآن، لكن إذا نحاجج واحد نصراني من حاججه بالقرآن؟ لأنه هو لا يعتقد بالقرآن، نحاججه بالعقل وكذلك نحاججه بالتوراة التي يعتقد بها، نحاججه بالإنجيل الذي يعتقد به ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين طبعا من مصادق الاثارة من علم او من تأويلها هو نفس مصحف فاطمة وكتاب علي وهكذا هذا حديث حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق نحن ذكرنا معنى هذا الحديث في الأحاديث الماضية لذا بشكل سريع نقرأ هذا الحديث ونتبرك به. سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفر. شنو هذا الجفر؟ لأنه كان شائع بين أصحاب الأئمة أن بيدهم الجافر، شنو هذا الجافر فقال هو جلد ثور مملوء علمًا. ذكرنا الجافر صندوق من جلد. في هذا الحديث يبين انه من جلد ثور مملوء علما هذا مليء بالعلم ذكرنا ان العلم الذي موجود فيه الكتب السماويه السابقه وكتاب علي ومصحف فاطمه وايضا العلوم الاخرى زين قال فالجامعه قال له فالجامعه شنو الجامعه؟ يعني كتاب علي عليه السلام قال تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا طولها سبعين ذراع في حديث ماضي قرأنا بأنها بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله الآن أكو بعض الأحيان عرائض تكتب على قماش طويل جدا ويأتي الناس ويوقعونه ثم هذه العريضة تجمع تطوى كطي السجل صحيفة طولها سبعون ذراعا في عرض الأديم يعني عرضها عرض جلد ليس العرض الطويل جدا ولا العرض القصير لا بعرض جلد يعني إهاب كبش مثلا يعني جلد خروف كم مقدار عرضه كذلك هذه الصحيفة طولها سبعون ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج الفالج الجمل البخاتي الذي له سنامان، أن الجِمال المتعارف البعير المتعارف عندنا هذا البعير له سِنام واحد، وهذا هو الذي كان متعارف بين العرب، لكن هناك فصيلة أخرى من البعير هذا الجمل البُخاتي ويسمى الجمل الخراساني، ويسمى الفالج هذا له سنامان هذا سمين جدا يمكن واحد شايفه في مثلا حديقة الحيوانات وفخذه عريض جدا فالإمام يريد يشبه تشبيه حتى الراوي يفهم يقول هذه الصحيفة هذا كتاب علي عليه السلام الذي يسمى بالجامعة هذا عندما تطوي لأنه سبعون ذراعا يعني خمسة وثلاثين متر هذا عندما تطوي عندما يكمل الطي يكون عريضا جدا كعرض فخذ هذا البعير البخاتي فيها كل ما يحتاج الناس إليه جميع أحكام الشريعة مكتوب في كتاب علي عليه الصلاة والسلام هسه واحد يجي يسأل كيف مثلا 70 ذراع يعني 35 متر زين كيف يمكن جميع احكام الشريعه مذكوره فيه؟ الجواب مثل القران الكريم القران الكريم كل شيء فيه ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فيه ظاهر وفيه باطن الظاهر لنا للجميع والباطن لا يعرفه الا رسول الله صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام المقدار الذي بينوه لنا ايضا نعرفه لانهم بينوه، وهذا لا يستغرب ان يكون في كتاب علي عليه السلام كذلك لانه املاء رسول الله صلى الله عليه واله، فيتضمن ذلك، ولعله ايضا بطريقه اعجازيه اذا نريد نشبه وبلا تشبيه، الان احيانا انت تشيل هارد كمبيوتر صغير جدا لكن يتضمن ملايين الكتب خارط بمقدار كف يد ملايين الكتب فيه زين وهذا طبيعي مو اعجاز يعني امر قانون طبيعي وبالاكتشافات توصلوا الى ذلك زين كتاب علي يتضمن مليارات الاحكام الشرعيه جميع الاحكام الشرعيه الموجوده وحجمه بهذا الحجم شنو المشكله في ذلك؟ إذا بالإعجاز فالرسول ليس بعاجز عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وإذا هم بطريقة طبيعية قلنا الطرق الطبيعية موجودة أيضا لكن كيف لا نعلم الكيفية لا نعلم أصل المطلب نعلمه وليس بالضرورة أن نعلم الكيفية فيها كل ما يحتاج إليه الناس وليس من قضية إن ليس من موضوع إلا وهي فيها تلك المواضيع موجودة في هذا الكتاب حتى أرش الخدش قال فمصحف فاطمة شنو مصحف فاطمة قال فسكت طويلا لعل الحزن انتابه ثم قال إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون أحيانا واحد يسأل عن شيء يريد يتعلم أحيانا لا يسأل هالشكل إذا تعلم لا, يعلى لا يعمل أو لا يهمه ذلك أنت اسأل عن سؤال يفيدك، اسأل عن سؤال مستفهم لا متعنت، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تَسُؤْكُمْ ثم بعد ذلك الإمام ذكر مختصر إن فاطمة سلام الله عليها مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوماً، خمسة وسبعين يوم بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله كان رحيلها. يعني يصادف تقريبا 13 جمادة الأولى وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها الله سبحانه وتعالى يأمره أن يأتي فاطمة فيحسن عزاءها يعني يسليها يخفف مصابها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها يعني يدخل السرور في قلبها بالأخبار السارة ويخبرها عن ابيها ومكانه. انت تعلم انه اذا ميتك في الجنه تسر بذلك، احنا نشوف بعض الاحيان واحد يموت اهله يحزنون، ثم ياتي احدهم وقد راه في حله جيده في جنه عاليه، حينما ينقل رؤياه الطيف اللي شايفه لذويه يسرون بذلك. هذا يكون نوع من التسليه لهم. ويخبرها عن ابيها ومكانه رسول الله. صحيح مات لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ولكنه في البرزخ في مكانة عالية وللآخرة خير لك من الأولى، فيحسن عزاءها على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة. هذا حديث من الأحاديث في هذا الباب، وهناك أحاديث أخرى نتركها إلى حلقات قادمة، هذا وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.